بالتأكيد أن هذه الصور الجميلة اللي قام بها المصريين في الخارج دي صور أدت رسالة كمان، مش بس للوطن والمصريين في الداخل، ولكن للدول المضيفة اللي زي ما حضرتك عارف بيبقى فيه أخبار كاذبة ومضللة عن الدولة وعن مشاركة المصريون في هذه الانتخابات. لما المصري في الخارج بينزل وبيدلو بصوته وبيعمل هذه المشاهد الاحتفالية والعرس الانتخابي زي ما احنا بنطلق عليه، هي عايزة أقول بتبقى رد على كل الأخبار الكاذبة عن قدرة الشعب على تحديد مصير الوطن وعلى المشاركة والإدلاء بصوته في هذه الانتخابات الرئاسية. عظيم جدا. فبالتأكيد أنه دور المصريين في الخارج كان دور جبار.